اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تستضيف في المملكة أعمال الدورة 44 للمجلس التنفيذي لمنظمة أليسيسكو. تقام الدورة في مدينة جدة بحضور 54 دولة خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الحالي، وتناقش الدورة خطط وأعمال المنظمة وتحديد الأعمال والاستراتيجيات في ظل ما تحقق من منجزات، وتختتم الدورة بتقرير نهائي يحدد التوجهات المستقبلية من خطط وموازنات المنظمة.